السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ نتكلم مع بعض عن أفلام بتناقش مشاكل نفسية، وما فيش أي مشكلة خالص. الإنسان في جسد وفي نفس، فالجسد ممكن يصاب بمرض من الأمراض فبنروح نعالجه. يعني أنا عندي مثلا وجع في العين فبروح أعالج العين، وجع في الرجل بروح لدكتور وعالج المرض دوت. وكذلك النفس، ممكن يكون حد عنده اكتئاب، ممكن يكون حد عنده فصام، ممكن اضطراب تواصل اجتماعي، عنده نوع من انواع التوحد، اضطراب ثنائي القطب. كل الحاجات دي نقدر ان احنا نشوفها وان احنا نعالجها، فما فيش اي مشكله خالص ولا عيب ولا اي حاجه خالص. العيب ان احنا ما نتعاملش معاها بشكل كويس، وان احنا نحاول نشوف العلاج ليها وان احنا نتقبله. وما فيش اي مشكله خالص لو حد اصيب ابنه او اتولد له ابن عنده توحد او اي حاجه من الحاجات دي، بالعكس ده حاجه جميله. وهنشوف مع بعض الافلام اللي خلينا نفهم الحاجه دي ونتعايش معاها. اول فيلم معانا ولازم يكون هو اول فيلم ماي نيم از خان. فيلم عبقري، فيلم هندي عبقري جدا، بيعالج مشاكل كتيره جدا ويخليك تفكر في حاجات كتيره جدا. هو واحد مسلم عنده توحد، فالناس بتبص له نظره مختلفه. التوحد ده يعني في عباقره كتيره كان عندهم مرض توحد، هو بيفكر بطريقه مختلفه فالناس لازم تتقبله، هي دي طريقه تفكيره. فممكن بيبدا في حاجات وفي حاجات ما بقاش بمتع فيها، لكن هو في شركات كتيره بتحب توظف حد عنده توحد لان هو بيكون امين وما بيعرفش يكذب، فبتحصل له مشاكل كتيره جدا وبيتغلب عليها بفضل ان هو واثق من نفسه وبيتجوز الواحده اللي هي بيحبها. لكن نتيجه ان هو مسلم وبعد 11 سبتمبر بتحصل بعض المشاكل وهكذا، فبيبدا ان هو يدي وعد لزوجته وبعد كده بيلتزم بيه، فده بيخليه مشهور جدا وناس كتيره جدا بتتعرف عليه. مش عايز احرق لكم احداث الفيلم، لكن هو من اروع الافلام اللي ممكن تتكلم عن التوحد ويخليك ان انت تتفهم المرض وتقدر تتعايش معاه. طيب في فيلم جميل جدا اللي هو بلاك، تمام. الفيلم بطولة أميتاب باتشان. أميتاب باتشان لما كبر ما فضلش يمثل نفس أدوار اللي كان بيمثلها زمان، لا بدأ يتجه لأفلام ليها ثقل وليها مغزى، وهو بيتعامل مع واحدة مصابة بأكتر من مرض وبيبدأ تعدد الإعاقات، وبيبدأ إن هو يتفاعل معاها وبيبدأ إن هو يخليها تقدر تتعايش مع الناس وتقدر إنها تنخرط معاهم او تتعايش في معاشاه عاديه. بيكون هو مدرس بتاعها وبيبدا ان هو يتحملها وهو ففيلم من الافلام الجميله جدا الممتعه، ازاي ان انت تتعامل مع حد عنده اكتر من اعاقه وازاي ان انت تتعايش معاه، وفي افكار جميله جدا. طبعا هو الفيلم متاخد تقريبا من هيلين كيلر. هيلين كيلر قرات المذكرات بتاعتها، هي ما كانتش بتشوف ولا بتسمع ولا، فازاي انت تقدر تتعامل مع شخص زي دوت وهكذا. فالفيلم بيدور حول ميشيل فقدت بصرها وسمعها عشان مرض اصابها، فهي خلاص بقت عنيفه جدا لانها مش عارفه تتواصل مع الاخرين والناس كلها زهقوا منها، فبيجيبوا لها حد بقى يتعامل معاها لانه مش قادرين يسيطروا عليها. فجابوا لها معلم كان كبير في السن، فهو بيبدا ان هو يكون شخصيه بتاعتها عشان تكون افضل وتقدر انها تتواصل وتعبر عن نفسها. فالفيلم فيه جمال جدا في التعامل، وازاي ان هو يخليها تتكلم وازاي تفهم ايه هو الميه وازاي تدرك الاب والام والعائله، فمن الافلام القويه جدا. طيب نخش بقى في فيلم اسمه سوبر سيرتي. ده من الافلام اللي هو بيتكلم عن فكره التعليم، شخص كان مصر ان هو ينجح ويتعلم وفي الاخر نجح، فقصة ملهمة وجميلة جدا. طيب ندخل بقى على ستاري ايز، وهو انا بيتكلم عن متلازمة شد الشعر، احد الامراض النفسية، وبيبدأ ان هو يتكلم عنها ويناقشها. طيب في فيلم بعد كده اسمه اكس واي، ده برضو من الافلام اللي هي بتتكلم عن مرض التوحد وازاي ان احنا نتقبل الشخص دوت، ان هو جزء من العيلة وجزء من البشر ولازم ان احنا نتعامل معاه. في فيلم بقى بيتكلم عن ذا فيرجن سوسايد، ده بيتكلم عن الاكتئاب، ده من ضمن الامراض اللي ناس كتيره جدا بتصاب بيه، يعني يعتبر هو مرض العصر، فلازم احنا نفهمه ولازم احنا ازاي ان احنا نتغلب عليه، لان هو عباره عن قاتل خفي.
في ناس كتيره بتصاب بمجرد ان هو تبع اخبار سيئه، فلازم ان احنا نشوف الموضوع دوت وازاي نتعامل معاه. كان في احد المعتقلات كان كل اللي هم بيعملوه لما يجي رسائل فيها اخبار حلوه يقطعوها، ولو في اخبار وحشه يسمعوها للشخص ويكرروها ويخلوا كلهم يسمعوا اخبار بعض الوحشه، فده سبب لهم امراض كتيره جدا. في فيلم اسمه بوني جون، ده فيلم بيتكلم عن الفصام، دي من احد الامراض اللي منتشرة. وبرضو في فيلم اسمه ماري ستوري، ده بيتكلم عن تعدد الاعاقات، يعني هو بيتكلم عن شخص عنده كذا اعاقة في نفس الوقت وبيحاولوا ان هم يتعاملوا معاه. في الفيلم تيمبل جراندن، ده من الافلام اللي انا اتفرجت عليها كان عجبني جدا، اضطراب التواصل الاجتماعي. ففي شوية افكار حلوة اتمنى يعجبكم ان شاء الله. I'm not like other people. She's an amazing. زي ان الشخص ده ممكن يبدع ويعمل افكار جميلة جدا. وعلى فكرة القصة دي حقيقية، وهي عملت حاجات حتى الآن بتستخدم في كل الأماكن اللي بيربوا فيها البقر. كان لما راحت شافت حاجات كتيرة سيئة، فبدأت تقول لهم لا مش عايزين نمشي في مسار دائري، ما نمشيش في الطريق كذا ونعمل كذا. عملت طورت الموضوع دوت على مستوى العالم كله. ففيلم الأفلام الجميلة واللي فيه أفكار حلوة جدا، أتمنى إن هو يعجبكم. نيجي بقى الفيلم ممكن نكون كلنا محتاجينه او محتاجين نتفرج عليه او نشوف الفكرة بتاعته. ده قصة حقيقية عن ملك كان عنده مشكلة في التلعثم، ان هو لما بيجي يتكلم بيسكت مش قادر يتكلم. فازاي تبقى انت القائد وما تقولش خطب؟ انتوا طبعا فاكرين مثلا جلال عبد الناصر كان بيخطب 6 ساعات ورا بعض متواصلين يعني. فهي بقى الفكرة في كده، جه واحد وقعد بقى يدربه على موضوع التكلم. كان الشخص ده معهوش ولا دكتوراه ولا ماجستير ولا اي حاجه خالص، لكن هو اللي فضل مع الملك لحد ما قدر يقدر ان هو يبقى خطيب والحاجات دي كلها. طبعا كان الفتره دي كانت فتره عصيبه، سنه 1936 كانت بدايه الحرب العالميه الثانيه ومشاكل رهيبه، فممكن يخسروا الحرب كلها بسبب ان الملك مش قادر ان هو يوجه الجهود او ان هو يتكلم معاه. We need to talk about Kevin. ده بيتكلم عن الشخصية السيكوباتية، تمام؟ حد عنده مرض معين ولازم نتعامل معاه وندخله معانا في قلب المجتمع ولا نخسيه وهكذا. طيب نخش بقى ذا هاور. فيلم ذا هاور بيتكلم عن الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب. اضطراب ثنائي القطب بيكون مرة واحدة فرحان ومرة واحدة حزين، مرة واحدة فرحان ومرة واحدة حزين. وده بيحصل كتير بسبب الريلز اللي موجوده في فيسبوك والانستجرام واليوتيوب والتيك توك وكل الحاجات دي. تبص على الخبر حلو واللي بعديه خبر وحش واللي بعديه خبر حلو، فالناس بتتجنن، تمام؟ فحاولوا بالذات لو الاطفال يتجنبوا الموضوع دوت. يعني انت ممكن تتفرج على ريلز ساعه ونص مثلا، اتفرجت على كل واحد فيهم 30 ثانيه، فانت معاك تقريبا 180 فيديو نصهم اخبار حلوه ونصهم وحشه ومبعطرين، فانت بتضحك وتعيط تضحك وتعيط، فده بيسبب المرض دوت. طيب نخش بقى على الفيلم اسمه جاكوب أليجر، ده بيتكلم عن اضطراب ما بعد الصدمه. ممكن حد يكون حصلت له حادثه ويفضل اسير الحادثه دي مدى الحياه، فاحنا ازاي ان احنا نتعامل معاه وازاي ان احنا يدخل في قلب المجتمع. في فيلم اسمه ذا فيشر كينج. ذا فيشر كينج بيتكلم عن الاكتئاب والفصام، تمام، وازاي ان احنا نتعامل معاه. فمن الافلام برضو اللي اتمنى تعجبكم ان شاء الله. طيب هنوقف وان شاء الله في جزء تاني للافلام اللي بتتعلق بالمشاكل النفسيه.